يعتبر سوق الجمعة أحد أشهر أسواق دمشق الشعبية التي تجمع بين الروحانية وبين صخب الحياة، حيث يضج بالحركة ليلاً نهاراً لاحتوائه على مختلف أنواع البضائع، وإن كان أشهرها الخضار والفواكه. وكان في محال قديم جداً يمارس أصحابها حرفاً اندثرت، مثل المبيض الذي يقوم بتبييض الطناجر النحاسية، والبوابيري مصلح بوابير الكاز، والقباقيبي من يصنع القباقيب الخشبية ويصلحها. وخلال جولتنا في السوق سألنا الناس عن تاريخ السوق. سوق شعبي بمعنى الكلمة، يعني منيح للفقير رغم الغلاء الموجود، بس بيضل ماشي حاله. يعني سوق هذا مشهور، كافة الأحياء الشعبية اللي متواجدة بالمناطق العالية كلها بتتوافد لهون وبتتسوق بضائعها من هون، واللي كمان بالأحياء الثانية اللي هي من الطبقة اللي أغنى شوية كمان بتجي لهون وبتتسوق. هلا فضل من الله سوق الجمعة مشهور بالآثار تبعه، عندك في الآثار تبع جامع الشيخ محدين، في تراب الأتراك، في عندك مقام الجهركسية، هذا تابع لملوك شركس، زوجه وزوجته وأولاده مدفونين فيه. عندك آثار الحمام القديم بيشتهر يعني شلون بدي لك العصر القديم بالنسبة للحمام. يقع السوق على سفح جبل قاسيون في منطقة الصالحية حي الشيخ محي الدين. عرف السوق باسم سوق الجمعة، وعرف أيضا باسم سوق الشيخ محي الدين لوجود مقام محي الدين بن عربي داخله، ويطلق عليه أيضا سوق البركة نسبة إلى الزيادة الطفيفة التي كان بائعو السوق يضيفونها على الميزان، ويقولون للزبون هذه حبة بركة. وهذه الجرامات القليلة الزائدة التي يضيفونها على كفة الميزان كانت تسعد الزبون وتشعره بالثقة بهذا السوق. لا تقتصر شهرة منطقة سوق الجمعة على جامعها التاريخي الشهير محي الدين بن عربي، فهي تضم أوابدا أثرية منها البيمارستان القيمري والتكية السليمانية والمدرسة العمرية، إضافة إلى أوابد تاريخية وأثرية رائعة. مقام محي الدين بن عربي. محي الدين بن عربي أحد أشهر المتصوفين من الصوفيين، توفي في دمشق عام 638 هجري الموافق ل 1240 ميلادي، ودفن في سفح جبل قاسيون. يتألف المسجد الجامع من صحن كبير منسق على الطراز العثماني مرصوف بالرخام الملون والحجر الأبيض والأصفر، وفيه بركة صغيرة على الطراز الدمشقي، ورواق كبير مرفوع على أربعة قناطر في الجهة الجنوبية من الصحن. وسألنا المسؤول عن المسجد عما يعرفه من معلومات ليزودنا بها. الهريس بيقولوا لها الهريس، هي بيطبخوها يوم الأربعاء بالليل بيوزعوها يوم الخميس على صلاة الفجر لكل المحتاجين. وهكذا نرى أنه بالدخول إلى حارات دمشق وأسواقها يتوقف الزمن، وتهب نفحات من أصالة الماضي وتراث الياسمين المعرش على جدران وحجارة الأمكنة التي تروي قصصاً لا تنتهي عن هذا الإرث التاريخي العريق والمتجدد.